أستاذ، ما بدك تخليني أطلع على المسرح أستلم الجائزة؟ إذا بتريد. شاندان، سبق وخبرتك، منقرر هذا الشيء بعدين، ما بصير تضل عم تنق علي طول اليوم. منيح اللي عملتي هالشيء ولحقتي وسجلتي الغنية الجديدة، هلأ كله صار تمام، موفقين. شكرا. هدول مرة تانية؟ مرحبا مدام. أهلا جانجا بنتي، خليكي هون جاية. أستاذ شوهان، ممكن أخذ من وقتك دقيقة بس لو سمحت؟ بدكن تتدربوا على الرقصة الجديدة والوقت رح يخلص، يا ترى بتلحقوا؟ إيه، وليش لحتى ما نلحق وبدنا نربح كمان. شكرا. يلا جانجا. شاندان، قلت لي من شوي اذا خليتك تستلم الجائزه وتوقف على المسرح وقتها رح تعمل اي شيء بطلبه. ايه اكيد. ممتاز، انا بدي شغله منك، اذا قدرت تعملها بهالكم يوم بيكون كثير منيح. لوين هالبنات عم يروحوا؟ أنا لازم أعرف شو اللي عم يصير، صار لهم على هالحالة كم يوم. أنت راجعة على البيت؟ إيه. طلعي معي لكم. طلعي بنتي. بلبل، بدي اسألك، ما طلعتي بهيك سيارة من قبل؟ ما لهيك قلت لحالي تطلعي هالمرة معي. وقف شوي عندك عمو. بهالمكان؟ ايه، بدنا ناكل بوزة. زين جيبلي وجيب لبنتك كمان. ايه يلا ابني يلا. هي اللي اسمها جانجا مو عادية أبدا، وقدرت تاخد مكانك كمان. أنا بعرف كل شيء وبعرف إنك بترقصي أحسن منها، بس الكل معجب فيها ما بعرف ليش. وهلأ عندك فرصة إذا بدك تنتقمي منها، لكن مدرستكم ما رح تربح لأنه فريقنا كتير قوي. بس ليش نترو جائزة المرتبة الثانية لهي البنت وهي ما بتستاهل؟ وتأكيد رح يحبوها البنات أكتر منك، وغير هيك ما حدا حيكون رفيقك. أنا حابب ساعدك وعندي فكرة كتير حلوة، فقلي لي شو رأيك بقى؟ اللي عم يحكيه شاندان مزبوط، مدرستنا ما عندها أي أمل بإنها تربح علي، بس فيني ربيها لهالبنت جانجا وخليها تعرف كيف تحترمني، لهيك لازم اسمع فكرته. قلي شو المطلوب مني؟ طيب لحقلك،
نحنا صح واجهتنا مشاكل بس قدرنا نحلها كلها، وهالشي بفضلكن أكيد. يعني بدنا نتشكرك على تياب البنات والقصص التانية. كتير منيح، يعني مشاكلكن انحلت ورح تقدروا تقدموا العرض بطريقة كتير منيحة. ونحنا رح نتمنى لكم التوفيق من قلبنا، ومتأكدة رح تربحوا لأنكم تعبتوا كتير. شو خالة سودها؟ ما بدك تجي تحضري المسابقة يعني؟ لا آسفة، بس ما برتاح لما بروح على هيك أماكن ما بيحترمونا فيها، وكمان هدول العالم بيحبوا يستغلوا أي فرصة ليهينونا. حياتي كلها عم أقضيها بين هالأربع حيطان يلي بهالدار، وما بفكر إني أطلع وشوف الدنيا برا نهائياً. شو هالحكي خالة سودها؟ نحن هلأ صرنا فريق واحد، وإذا أي حدا حكاك شي هالمرة فرح قلو. بنتي لا تغصبي على شي، سودها مع حق. شو الفائدة من إنك تطلعي وتشوفي هالعالم برا مشان يحكوا كلام يجرحنا من جوا ويقللوا قيمتنا؟ هي علمتكن الرقص وعملت يلي عليها، وإذا ما حابة تحضر لا تجبريها. ماشي، ما فينا نجبرك على شي ما بيريحك. سودها ما عم لاقي كلام يعبر عن شكري وامتناني إليك. انت ساعدتيني وساعدتي هالبنات بوقت كانت فيه كل بواب مسكرة بوشنا. بكفيني انهم يربحوا بس، واني شوفهم مبسوطين، وانه قصتنا هي توصل للعالم كله ويشوفوها ويحسوا فيها. بالنسبة لقلنا هذا هو اهم شيء. ماشي، انا والبنات بدنا نمشي بالاذن. شو منقول؟ شكرا يا خالة سودها. هاي بطاقتك، أنا متأكدة إنك رح تجي، وإذا بدك تشوفينا ونحن عم نرقص وبدك نكون مناح، وإذا بيهمك نربح لازم تكوني معنا وتصفقي وتشجعينا. مو أنت وصلتينا لهون وتعبتي معنا؟ لازم تفكري بالموضوع، حتى لو ضلتي عم تقولي لا أنا رح ضل قلك. خالة سودها تعي حضري، بترجاكي رح نكون مبسوطين صدقيني. امشوا. طمني كيف الاستعدادات؟ ايه طبعا كله تمام؟ الاستعدادات منيح. كانت كتير منيحة. بدي تنتبهوا كتير منيح. انت لا تاكل همشي. مرحبا. اهلا. اهلين. كيف؟ اهلا وسهلا. عمي قلي كل شي تمام. يلا فوت حضر فريقك. يلا. جانجا بنتي معلش تهدي شوي، المطلوب منكم انه تركزوا على استعراضكم، مفهوم؟ شوفوا روحوا البسوا تيابكم هلا وجهزوا حالكم، لانه الانسه شاوتالا لسه ما اجت لهلا. رح روح اتاكد اذا اجت، ما بطول عليكم. بنات مدرستنا جاهزين ومستعدين ليفوزوا بالمسابقه، وهي جانجا صارت محبوبه من الكل، وبتضلها توزع حكم ومواعظ عن المسابقه وحلاوه الفوز. والمشكلة إنه كلهم بيقعدوا بيسمعوا كلامها واشتغلوا على حالهم كتير. هداك اليوم شفتهم عم يتدربوا بالمدرسة، وعرفت من وقتها إنهم كتير موهوبين، ولهذا السبب غيرت غنية فريقي القديمة وتقصدت إني أخذ غنية فريقكم. إيه مزبوط، بعرف هالشي غلط، بس بصراحة أنا عملت هيك كرمال مصلحة فريقي. فكرت وقتها انه مستحيل يلاقوا غنيه، ولا رح يكون في وقت عندهم ليختاروا غنيه جديده ولا يتدربوا عليها، ومشان هيك كنت متاكد انه ما رح يشاركوا بهالمسابقه. بس المشكله انهم قدروا يلاقوا غنيه جديده ورح يشاركوا بالمسابقه كمان.
أغنية فريقي كانت أحسن شيء، لهيك سرقتوا الأغنية تبعنا، مو هيك؟ لك كيف قبل هالشي على حاله؟ هالشي بيعني إنه غانغا كان حكي صح؟ أستاذنا كان عم يغش؟ وسرق أغنية فريق مدرسة غانغا أصلاً؟ هيك أنا صرت خايف من حكيك أستاذ، شو رح نعمل إذا قدروا يفوزوا؟ ما رح يصير هالشي، اطمن، عندي خطة بتخلينا نضمن الربح، المهم نطبقها كتير منيح. شو؟ طيب شو الخطة؟ شوف، طلع على المسرح هنيك. وتخيل انه ايدي هي المسرح وهون الشاشة، ركز معي، هاي الشاشة مربوطة بالحبال، وإذا نحنا قطعناهم لهدول الحبال بهالحالة رح توقع بوم. البنات رح يرتعبوا وما رح يقدروا ساعتها يرقصوا وهنن خايفين، ونحنا رح نكون وقتها هونيك واقفين بعيد عن الكل وعن المسرح، وهيك ما حدا بيخطر بباله إنه نحنا سوينا هالشي. بس أستاذ مين يعني رح يقصوا؟ هالشغلة رح يساويها واحد من المشتركين بالمسابقة بالبول. أنت من مدرستهم وما حدا رح يفكر يشك بوجودك أبدا، وما حدا رح يمنعك تفوتي. لهيك اخترت بلبل لهالمهمة. هالشي غلط كبير وما لازم يصير أبدا. بس أستاذ بلكي بنات مدرستي صار لهم شي أو تأذوا من هالقصة. ايه ممكن، بس ما في داعي للخوف، يعني أكيد ما رح يموت حدا، بكل الأحوال بهيك مسابقات ممكن تصير هيك حوادث عادي كتير، ونحن هلأ بمنافسة، وإذا كنت حابة تشوفي فريق غانغا وهن عم يخسروا فالمفروض تعملي كل شي قلتلك عليه وما تخافي أبدا. شو؟ إذا ما بدك مو مشكلة بلاها. أستاذنا عم يعمل شي غلط، إذا بدنا نفوز فلازم نرقص منيح أكثر منهم، إذا بدنا ناخد الجائزة ما بصير هالشي بالغش. وإنت يا أستاذ مو بس عم تغش، إنت بدك تعمل شي مو منيح بنوب ويمكن يتأذوا البنات من هالقصة. لا هالشي ما لازم يصير. يا ربي شو أعمل؟ روح خبره لغانغا؟ إيه لازم روحوا خبره فوراً. لو سمحتوا كل الأطفال المشاركين بالمسابقة يتجهزوا ويتجهوا للمنصة الخلفية للمسرح، المسابقة على وشك إنها تبلش هلا. يلا تعالوا. ما عاد في وقت لحتى خبره لغانغا، شو بدي أعمل؟ منرحب بالكل ومنتمنى لكم سهرة حلوة. الاستعراض رح يبلش بعد دقايق ليجهزوا المتسابقين، ومثل ما عودناكم كل سنة الأطفال من كل مدارس المنطقة اجتمعوا بهاليوم لتشوفوا مواهبهم المميزة وتدربوا كتير منيح لحتى يتنافسوا بين بعضهم على المركز الأول، ومنتمنى لهم من كل قلبنا التوفيق لكل المتسابقين. خلونا نشوف سوا مين هي المدرسة يلي رح تفوز بالمركز الأول. وهلأ المتسابقين رح يطلعوا على المنصة وبدورنا رح نحييهم بصفقة قوية كتير لحتى نشجعهم. بالبداية رح نكون مع مدرسة لورينز. عصفوري اسمع عصفوري أنا هون. وهلأ مدرسة أرادها يا رحبوا فيهم. وفيديا ساقر رحبوا فيهم. مدرسة أشوك ثانوية بي إن سي. وأخيراً معنا مدرسة شاردا كنايا غيان ماندير.
متأكد إنه الكل رح يحبوا غانغا، بس أنا كثير متضايق عليها لأنه حلمها ما رح يتحقق. في لعبة كبيرة وبشعة رح تخليكم تخسروا يا غانغا. هدول هنن كل المشتركين بهالمسابقة اليوم، وأنا متأكد إنه هالاحتفالية رح تكون ممتعة كثير، ورح تكون كل طاقة وحماس ومنافسة حلوة بين المشتركين. وهلأ فيكن تتوجهوا للغرف لحتى تحضروا حالكم. لازم احكي مع غانغا، لازم إلا شو بده يصير معهم وشو عم يخططوا له. لوين رايح؟ ارجع لجوا، يلا. كيف كان تقديم الحفل؟ منيح؟ ممتاز، يعطيك العافية. وهلأ شو بدي ساوي؟ أنا لازم أحكي مع غانغا بأي طريقة. الفريق اللي بده يرقص هلأ كتير منيح، بس نحنا أكيد لازم نرقص أحسن منهم. لو شو ما صار نحنا اللي لازم نربح. غانغا ساقر شوفي. اسمعيني، لازم خبرك بشي كتير مهم، وهلأ ليكي ما بدي حدا أبداً يعرف هالقصة. وطي صوتك ماشي؟ ما بدي اسمع منك شي. ليش ما عم تفهميني؟ اليوم في مصيبة كبيرة رح تصير، وهالمصيبة رح تصير معكم. انسحبي هلأ ولا تطلعي على المسرح، صدقيني أحسن لك. هالمسابقة ما لازم تشتركوا فيها بنوب، فهميني؟ بترجاكي غانغا انسحبي، بترجاكي. ليش ما بدك يانا نشارك بنوب؟ وليش رح ترد عليك واطلع من هون ساقر؟ شوفي غانغا. يلا قولي لنا شو بده منك ساقر؟ ساقر عم بيقلي انه لازم ننسحب وما نشارك بهي المسابقة ابدا. شو؟ ليش بقى؟ لا تكون خايف تخسروا. ايه لهيك ما بده يانا نشارك بالمسابقة، اكيد ما في سبب تاني. انا ماني خايف من حدا، انا بس كنت عم قلها هيك مشان مصلحتكم. لا تخاف بنوب علينا، نحنا مستعدين. يلا يا بنات امشوا. عن جد انها مجنونة هي البنت، ما بتسمع كلمة حدا. لك شو بدي اعمل؟ إذا هاي الشاشة وقعت عليهم رح يتأذوا. شو بدي ساوي؟ ساقر وينك لهلأ؟ ما بدك تجهز حالك؟ هاي الشاشة مربوطة بالحبال، وإذا نحنا قطعناهم لهدول الحبال بهالحالة رح توقع. أستاذ اضطريت روح على الحمام. مو مشكلة، يلا روح جهز حالك فورا، يلا بسرعة، يلا يا أولاد يلا امشوا بسرعة تعالوا. شو ساوي؟ غانغا أبداً ما قبلت تسمع كلامي. ساقر؟ بتمنى لك التوفيق. نحن فريق منافس وعم تتمنين لنا التوفيق؟ بتمنى أن الكل يرقصوا منيح ويتوفقوا، ونحن كمان رح نرقص منيح. يعني إذا كل الفرق رقصت بشكل حلو ساعتها رح يكون الفوز أهم وأحلى كمان، وبهالطريقة هاي رح تكون المنافسة عادلة. إيه رح تكون أحلى إذا فريقكم قدر ينافسنا بقوة، والمسابقة لازم تكون عادلة كمان وما يكون في غش، صح شاندان؟ أكيد. بعد هالاستعراض الحلو اللي شفناه هلأ مع بعض، المدرسة اللي رح تقدم الاستعراض الثاني هي مدرسة لورينس. ساقر فاز هديك المرة بالمسرحية تبع المدرسة، ورح يفوز بهالمسابقة كمان لأنه ما في حدا بيرقص مثله أبداً، صح؟ هالمرة رح يتنافسوا غانغا وساقر. لو أبوكم كان انبسط كتير.
شوفي ما أحلاه. عصفوري راسك بجنن. تعرفي شو؟ كل الفرق عم يرقصوا بشكل منيح. لازم كمان بناتنا اليوم يعني يقدموا شي مميز ليفوزوا. مزبوط، وأنا متأكدة كتير إنه بنات مدرستنا ما رح يستسلموا بهالسهولة هي. وهلأ ما ضل عنا إلا استعراض واحد، واللي رح نختم فيه هي المسابقة، والفائز رح نعلن عنه بعد هذا الاستعراض. وهلأ رح يكون دور مدرسة شاردا كنايا غيان ماندير. هي أول مرة غانغا بترقص على مسرح كبير مثل هاد، يعني هاليوم بالنسبة إلها رح يكون مهم كتير. بس ليكي مادفي، أكيد ساجار رح يكون أحسن من غانغا بكتير، بتشوفي. إيه مرت عمي، بس هي رح تكون فرصتها لغانغا، ونحن لازم نكون معها ونشجعها. هي عن جد تعبت كتير. امشي ساجار، خلينا نشرب شي شغلة باردة قبل النتيجة. ساجار شبك؟ إذا ما بدك تشرب خلينا ناكل، أنا جوعان. هلأ فريق غانغا رح يطلع على المسرح، وأكيد ما حدا حيشوفه، ونحن رح نربح. فريق غانغا رح يطلع على المسرح هلأ، ما رح خليها تطلع، لازم وقفها بأي طريقة. عرفت كيف؟ ساجار شوفي. استنى ساجار، لوين رايح؟ ما بدك تاكل؟
شو عم تساوي؟ تركيه، وانت شو دخلك؟ روح من هون ساقار. سمعت خطتكم انتو والاستاذ وما رح اسمح لك تساوي شي. تركي الحبل، روح ساقار. ليش ما وقعت الشاشة لهلأ؟ معقول بلبل صار معه شي؟ بعد من هون، عم قلك روح ساقار بعد. تركي ما كان لازم اعتمد على هالبنت، ما عرفت تتصرف، كل شي خططت له فشل بسببها. جانجا بتمنى الكل يطمن وما صار اي شي، كان مجرد حادث بسيط، الشاشة وقعت فجأة على المسرح. وبحب طمنكم انه البنات كلهم بخير، لا تخافوا. اي فريق اخترته؟ مين بيستاهل الجائزة؟ شو رأيكم؟ بالمرتبة الثالثة مدرسة أشوك. المرتبة الثانية مدرسة لورنس. شو هاد؟ رح يزعل ساقار كتير هلأ، أخدوا المرتبة الثانية. بس بالنسبة إلي أنا حفيدة على طول أحسن من الكل. أما المرتبة الأولى شاردا كنايا كيان ماندير. نحن اللي فزنا جانجا. Thank you.
ممتاز بنتي، العرض يلي قدمتوه كان رائع. ممتازين. تفضلي. لا، هي الجائزة مو بس لإلي، هي رح تكون لكل البنات يلي معي. بس أستاذ فريقنا مو كله موجود على المسرح، تسمح لي بدي أقول شغلة مهمة للجمهور. مسيك. طيب خدي. مرحبا، أنا بدي أقول شغلة. هي الجائزة مانا لإلنا، هي الجائزة للي علمتنا الرقصة، وهي بتكون أنستنا. لولا وجودها معنا ما كنا تعلمنا شيء، ولكننا اشتركنا بالمسابقة. مثل ما شفتوا، هي علمتنا الفن وشغلات كتيرة كمان، فكيف فينا ننساها بهيك وقت ونحن عم نستلم هالجائزة بفضلها؟ وينك خالة سودها؟ ليش دخلها؟ أنا شايفتك. هلأ أنت قاعدة بالنص بين الحضور وعم تشوفينا. هي ما كان بدها تجي تحضر هي الحفلة، وبس لأنه بتكون أرملة، بس هالشي ما له عيب. تفضلي أنسة سودها. يلا خالة تعالي بقى. إذا بتريدوا بدي أقول كمان شغلة. كان بابا على طول يقول لي ليك يا جانجا بنتي، لا تنسي هالشغلة اللي رح أقول لك إياها أبدا. إذا ربحتي عليك ربحتي كل شيء، وإذا خسرتي خسرتي كمان. تفضلي بنتي. الأنسة سودا رح تستلمها. أها. شرحت لك كل شيء بالتفصيل، بس ما فهمتي علي بنوب. تأخرتي لحتى وقعتيها، كانوا مخلصين العرض ومش الحال. أنا ما دخلني ساجار هو السبب، شافني وأنا عم بقطع الحبل ومسكني وصار يشد إيدي مشان ما ينقطع الحبل. ساجار أكيد. معقول هالولد ما بيفهم لهالدرجة؟ ساجار كيف بيقدر يخلي فريقه يخسر؟ لا أستاذ.
أنا كان بدي فريقي هو اللي يربح، واشتغلت كتير على هالشي، وعلى المسرح كمان رقصت تماماً مثل ما علمتني وما غلطت بولا حركة. بس أستاذ، ما كان بدي أربح بالغش أبداً، لأنه الربح بالغش مو ربح أصلاً. شو هالحكي ساجار؟ ساجار، بس أنت هلأ غشيت فريقك وخسرتهم المسابقة. عن جد؟ مو أنا، أنت اللي غشيتي بنات فريقي وغشيتي كل مدرستك كمان. بعرف إنك تكرهيها لغانغا، لهيك حاولتي تأذيها اليوم، ما هيك؟ أستاذ، أنا على طول كنت أحترمك وبصدقك، لهيك تخانقت مع غانغا هديك المرة كرمالك. قالت لي وقتها إنك أنت اللي سرقت الغنية اللي اختاروها قصدهم. صدقني كتير عيطت عليها وقتها، وقلت لها أستاذنا ما رح يعمل هيك وإنه عم تكذب. بس للأسف عرفت لما كنت عم تحكي مع بلبول وشاندان إنه غانغا الصادقة. وحتى بعد ما سمعت ما رحت حكيت للمدير، لأنه كان في كتير عالم شو بدهن يقولوا عن مدرستنا إذا عرفوا. ليك أستاذ، غلطت غلطة كتير بشعة وما حدا بيسامحك عليها. يا بنات، حاسة حالي عم بحلم، عن جد مدرستنا فازت غانغا. تفضلي حضرة المديرة، هاي الجائزة زين فيها غرفتك. قولي للكل وانتي فخورة انه مدرستنا يلي ربحت الجائزة، واخيرا يلي حلمتي فيه تحقق هلأ. بعد كل هالسنين حققت حلمي، وهالشي كله بفضلكن يا بنات، والفضل الكبير إلك انتي غانغا. جينا أنا ورفقاتي نهنيكم بالفوز يا بنات. خلصوا ضبوا غراضكم لبين ما أرجع، بدنا نروح نشوف منظم المسابقة. ماشي حضرة المديرة. تعالي يلا. انتوا قدمتوا عرض كتير حلو، مبروك الجائزة. شكراً. حتى انتو رقصتكم كانت حلوة كتير. كنا عم نحكي اذا بدنا ناخد المرتبة الاولى لازم يكون رقصنا احسن من رقص فريق ساجار. وفعلا انتو رقصتوا احلى منا، لهيك صوتلكم عدد اكبر. بس مو مشكلة، الافضل هو اللي لازم يربح، وكان الافضل فريقكم، فعن جد الف مبروك. شكرا. وهلا بدي اقول لك شغله كمان، وهالشغله كثير مهمه. بصراحه انا ما كنت حبك غانغا من قبل، وكمان انا كنت اخجل فيكي وخاف رفقاتي يشوفوكي، لانك ما كنت تروحي على المدرسه ودائما تلبسي ابيض، حتى ما كانت تعرف تحكي منيح وتلفظ الكلمات غلط، كانت مبينه انها بنت مو مثقفه ابدا وما بدها تتعلم. بس من هلا غانغا تغيرت بنظري، وأنا صرت فخور فيها، ومن هلأ صارت غانغا رفيقتي المقربة. شو عم بيحكي؟ ما بقى أخجل فيها بنوب لأنه غانغا بنت مميزة. تعرف أنا أنت كنت اتضايق لما كنت تقلي إني مالي رفيقتك وتخجل فيني، بس قررت انه مع الوقت رح كون الرفيقة يلي انت بتستحقها، وشفت كيف انا نجحت؟ لهيك انت اليوم قبلت كون رفيقتك، بس اليوم انت ما فيك تكون رفيقي ساجار.
إذا بدك تكون رفيقي لازم تكون رفيقي اللي بستحقه. انت بدك تهنيها؟ بستاهل، وهلا صارت تشوف حال عليك، وبكل جرأة قالت لك عندك مالك مناسب لتكون رفيقة. انا ما بعرف شلون سكتت لها.